بيت إحدى نسائه فقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، فشبك بين أصبعيه السبابة والتي تليها فقال مثل هذا. قالت له: أنهلك أو أنهلك ونحن على هذا الحال وفينا الصالحون، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم يقع الهلاك والشر في الأرض وتدعون ولا يستجاب لكم، وتدعون ولا يستجاب لكم. فيا أيها الأخوة الكرام، لا تنسوا أن الشر، كل الشر في فقدان التقوى. وتعالوا بنا إلى ذلك الحديث العظيم الذي يذكرنا بأثر التقوى في بقاء الخير في الأرض. قصة الثلاثة الذين آواهم الظلام إلى ذلك الغار، دخلوا غارا إلى الصباح، فسقطت حجرة على باب الغار فأطبقت عليه وأغلقته. تذكروا كيف السبيل، يدفعونها عجزوا، كيف يدفعونها، كيف يسلمون من الهلاك في هذا الغار الذي لا ماء فيه ولا طعام ولا شيء، بل ربما ولا هواء. ماذا فكروا فيه إخوان؟ قوة اجسادهم عجزت، من يطوف حولهم ويتنبه لهم لا أحد إلا الله. فقالوا: تعالوا بنا نتذكر أعمالنا الصالحة. فذكر شخص أنه كان عنده أجير استأجره، ولكنه ذهب ولم يفي أجره، فماذا كان من هذا الرجل؟ ربى ذلك الحق ونماه حتى حصل منه الإبل والبقر والغنم واد كامل. فجاء ذات يوم صاحب هذا الحق فقال: يا هذا أدني حقي. فقال: اذهب إلى هذا الوادي وخذ ما فيه من النعم. فقال: أتهزأ بي؟ قال: لا والله، لكن هذا حقك، عملت عليه حتى كان هكذا. فاستاقه جميعا. فقال هذا الرجل: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك وخوفا من عقابك فافرج عنا. ثم تذكر الآخر ماذا كان قد فعل حتى يرجو ثوابه عند الله، فتذكر أنه كانت ابنة عم حاولها في نفسها وأبت، فلما اشتدت الحاجة بها وضاقت عليها الدنيا قدمت إليه فقال: لا أعطيك حتى تخلي بيني وبينك، يريد منها الفاحشة. فوافقت حتى دفع لها المال، فلما جلس بين رجليها قالت له: يا هذا، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فاتقى الله وخاف وقام منها وترك ما أعطاها. فتذكر هذا العمل الطيب فقال: يا رب، اللهم إن كنت بعد ذلك ابتغاء مرضاتك وخوف من عقابك فافرج عنا. فانفرج عنه، لكن بقيت فتحة لم يستطع الخروج معها. فقال الثالث: قال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت أقوم على رعايتهما وأغبقهما إذا عدت إليهما، يعني يأتي لهم بالحليب واللبن ويسقيهما. فلما جئت ذات ليلة
وقد يعني غاب عن يعني حصل لهم أن طلع عليهم ذهب عليهم أول الليل ولم يصلوا، فوصل بعد ذلك في هزيع الليل فوجدهم نائمين. يقول: فوقفت بغبوقهما بالحليب عند رؤوسهما حتى استيقظا، والأطفال من حولي يتضاغون يعني صيحون يبون حليب يبون أكل. يقول: تركتهم حتى قام والداي فأعطيتهما ما معي. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك برا بهما ووفاء بحقهما وخوفا من عقابك ورجاء ثوابك فافرج عنا. فوجد عنه الصخرة فخرجوا يمشون. ثلاثة أمور ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، تفكروا فيهما يا أيها الأخوة. ثلاثة أمور: واحد، أدى حقوق العباد على الوجه الكامل، أدى هذا المستأجير حقه ولم ينقصه شيئا. والثاني، خاف الله ورفض الوقوع في الفاحشة خوفا من الله ورجاء مما عند الله. والثالث، بر بوالديه وأحسن إليهما. ثلاث مطالب الآن 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 في زماننا وواضع حياتنا، أن أعظم الظلم وقلة مخافة الله في هذه الأمور الثلاثة. هذه الأمور الثلاثة: حقوق الناس المالية، والأخلاق والفواحش والوقوع في الفواحش، وحقوق الوالدين وحقوق الوالدين. لا خوف من الله ولا تقوى من الله، يقع الكثير في هذه الأمور الثلاثة. ولذلك ساءت أحوال الناس سلط عليهم الأعداء على المسلمين، سلط عليهم الأعداء، لا بل سلطوا على أنفسهم. صار بعضهم الآن يؤذي البعض. ألا ترون كيف يقتتل الأخوان؟ ألا ترون كيف تقتتل الأمة في دارها وفي بلدها؟ ألا ترون غلاء الأسعار؟ ألا ترون تفرق القلوب؟ كل ذلك نتيجة ماذا؟ قلة مخافة الله وقلة تقوى الله عز وجل. ولذلك يا أخوان، هذا في الدنيا، فكيف يوم القيامة؟ بل كيف في القبر؟ إذا وضعت في قبرك، أين تقواك لله؟ أين مراقبتك لله عز وجل؟ تطلب النور فقد لا يأتيك والعياذ بالله، لأنك ما اتقيت الله بصلاتك، ما اتقيت الله بزكاتك، ما اتقيت الله بصيامك، ما اتقيت الله بالحج، ما اتقيت الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مصائب كثيرة كثيرة وتتكاثر وتتوالد والناس في غفلة. وإذا قلت اتق الله قال أنا خائف من الله، ما شوفني الحمد لله لابس غترة وعندي لحية وعندي ما شاء الله، أنا خائف من رب المتقين. تعال انظر إليه، تنظر تعال شوف الربا شلونه. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وهؤلاء يقولون الربا هو صمام أمان الاقتصاد، الربا هو الذي يطور الاقتصاد، الربا هو الذي يوفر الفوائد. المشكلة اليوم أنه قد تتأخر عنا أمور الزراعة والصناعة، فأنا نرى إلا الربا نشتغل فيه والأرباح فيه محقق، حسبنا الله ونعم الوكيل. والله ما قست قلوب الناس إلا بهذا. القلوب قد قست والنفوس قد مرضت، وعاد الناس يأكل بعضهم بعضا ويؤذي بعضهم بعضا، والصدور قد الآن ملئت حقدا وحسدا على بعض. أين المتحابون في الله؟ أين المريدون للخير؟ أين هم؟ قولوا لي أين هم؟
إبليس يبحث عن أصدقائه، لا بل عباده. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يعني اطيعوه، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. أيها الأخوة الكرام، يوم القيامة ما في صديق، ما في رفيق، ما في أم وأب. اقرأوا القرآن يا إخواني، اقرأوا. فإذا نفخ الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم شأن يغني. مؤمنون بهذا؟ مؤمنون به؟ إذن لماذا لا نتقي الله في أنفسنا إخوان؟ وقد يقول لقائل: أنا أريد أن أتقي الله وأريد أن أخاف الله، لكن أشوف من يثبتني وأشوف من يقول لي إن كنت كذلك سوف لن تتوظف، وسوف لن تكون كذا وكذا، وسوف تكون إنسان منطوي على نفسه. من الرزاق؟ من الرزاق؟ من مالك الملك؟ يا أخي أنت يوم ولدتك أمك ليس عليك ولا وما يستر عورتك، وقمت الآن على قدميك صرت تملك الملايين وتملك السيارات والبيوت وعندك أولاد، من الذي أعطاك هذا؟ أمس ستقول كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي والعياذ بالله. يا أيها الناس، يا أيها الناس، تضمن الله لكم بالرزق، وتضمن الله لكم بالحياة الكريمة إذا أنتم أتيتم بشرطها: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وعد الله، هذا وعد الله. فجربوا، جربوا يا أمة الإسلام، جربوا، جربوا أسباب عزتكم وقوتكم، جربوها. أناس كثيرون والحمد لله الآن يعودون يدخلون في الإسلام، لكن منين؟ منين؟ من غير بلاد الإسلام يدخلون في الإسلام، وبعض من ينتسب للإسلام يخرج والعياذ بالله من الإسلام. لا تقولوا لا، تارك الصلاة خارج من الإسلام، من أفطر يوم من رمضان من غير عذر جاحد لوجوب الصيام فقد خرج من الإسلام، من منع الزكاة وحجبها وحجرها غير موقن بوجوبها عليه فهو خارج من الإسلام. يا أخي اقرأوا القرآن، أنا ما أحكم من عندي، ولكن اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. ماذا قال الله سبحانه وتعالى في تارك الصلاة؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني لا تقاتلوهم كفارا. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم الدين، إن لم يتوبوا ولم يصلوا إخواننا في الدين، لا، ما بإخواننا في الدين، ولا نحبهم ولا نواليهم وإن كانوا أقرب قريب إلينا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، إلى آخر الآية من سورة المجادلة. فيا أحبابي في الله، أنا أعلم أن الوقت لا ينبغي أن يطول أكثر من هذا، لأنكم الحمد لله قد قمتم بما يسر الله لكم من صلاة الفريضة وصلاة التراويح، لكن يعلم الله، يعلم الله أنها كلمات نصح. والله أسأل أن يختم الصالحات أعمالنا ويحيينا وإياكم مسلمين ويتوفانا مسلمين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقهم البطانة الصالحة النصحة التي تذكرهم إذا نسوا وتعينهم في نواب الحق، إنه ولذلك القدر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.